نروح لأخبارنا يا سهام، ونبدأ أخبارنا كالعادة في البيت الكبير النادي الأهلي. النهاردة فريق النادي الأهلي بيخوض مران قوي جدا جدا، مليء بالجمل التكتيكية على ملعب استاد التتش بالجزيرة، بعد طبعا عودته للتدريبات بعد الراحة السلبية اللي حصل عليها امبارح لمدة 24 ساعة. وعارفين طبعا ان النادي الاهلي بيستعد بقوة لمباراة انبي المهمة ان شاء الله في بطولة الدوري المقرر اقامتها يوم الحد القادم ان شاء الله على استاد القاهرة، ودي مؤجلة من الاسبوع ال 15 من مسابقة الدوري العام. وطبعا كل اللعيبة سيطرت عليها حالة من الروح المعنوية العالية والفنية، وظهر عليهم الجدية والجاهزية الكاملة لاستعداد لاستئناف بطولة الدوري العام، وكل اللعيبة مصممة على إن شاء الله يعني مواصلة المشوار المميز جدا في عمر الدوري العام من الدور الأول، وكمان على المستوى الأفريقي. طبعا ريني فايلر المدير الفني للفريق حرص على إجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين على هامش طبعا المران اللي أقيم مساء اليوم على ملعب استاد التتش. كان فايلر طبعا حريص على انه بيوقف التقسيمه اكتر من مره، بيشرح الجوانب الفنيه والخططيه، بيحط ايديه على كل على التشكيل اللي هيتم او هيبدا بيه مباراه انبي. كان اداء تدريبي قوي من جانب اللعيبه كلها اللي كانت عندها زي ما بقول اصرار وتحدي لبدايه مشوار ان شاء الله على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا عارفين انه يعني خلاص الدور الاول او قبل جائحه كورونا قبل فتره التوقف كان الاهلي ليه 49 نقطه من 17، وكان ليه مباراه واحده مؤجله هي دي ان شاء الله اللي هتتلعب يوم الحد اللي جاي مع انبي. يعني ان شاء الله لو فاز الاهلي بالمباراه ديت هيرفع الفارق مع اقرب منافس ليه وهو المقاولين العرب ل 19 نقطة إن شاء الله بإذن الله. بداية موفقة للنادي الأهلي والفوز إن شاء الله على إنبي. لكن من نرجع للإصابات في النادي الأهلي، أيمن أشرف مدافع الفريق أدى النهاردة بعض التدريبات البدنية والتأهيل في صالة الجيم. خضع أيمن أشرف كمان لجلسة تأهيل وتدريب منفرد يعني بجانب التدريبات عائل جري حوالين الملعب وبعض الإطالات والتدريبات العلاجية على استاد تيتش. وكان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي قال ان اشرف الحمد لله بيتحسن وبيؤدي التدريبات العلاجيه بشكل كويس جدا والتدريبات التاهيليه بشكل رائع، وهيخضع ايمن طبعا للفحص الطبي بكره ان شاء الله هيتحدد موقفه اذا كان يقدر يلحق بمباراه انبي المقبله او لا. وفي اعتقادي الشخصي طالما ما دخلش في التقسيمه اعتقد دايما النادي الاهلي بيحط يعني صحه اللاعبين اولا، فكل التمنيات طبعا لايمن اشرف وكل لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله بالصحه ويكونوا على اتم استعداد باذن الله. ياسر ابراهيم كمان مدافع الفريق في النادي الاهلي يعني يمكن ادى النهارده كده يعني جلسة علاج طبيعي في الجيم، ده كان على هامش المران المسائي للفريق على ملعب التتش النهاردة في الجزيرة. عارفين ان ياسر لاعب راجل قوي بيؤدي حاليا برنامج من التدريبات البدنية والعلاج الطبيعي علشان يتخلص من الإصابة اللي تعرض ليها في مباراة الجونة الودية الأخيرة اللي الأهلي برضو كسبها يمكن 4-2. صحيح في خبر بقى ان شاء الله خبر سعيد ان شاء الله لجماهير النادي الاهلي ان سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي قال ان حمدي فتحي، عارفين فتحي حمدي كان عنده اصابه وكان عنده اصابه بكورونا، الحمد لله تاكد جاهزيته الطبيه والبدنيه للمشاركه في المباريات وبقى جاهز تماما لمباراه انبي اللي جايه. وقال الكابتن سيد عبد الحفيظ ان جاهزيه حمدي فتحي مؤكده لانه شارك في التدريبات بشكل جماعي والفريق النهارده هو اشتغل مع الفريق النهارده بشكل طبيعي جدا يعني، لكن طبعا وجوده في التشكيله الاساسيه امام انبي ان شاء الله دي حسب الرؤيه الفنيه لمستر فايلر والجهاز المعاون. يمكن ميشيل برضو مدرب حراس المرمى قاد النهاردة الحراس الأربعة للفريق شريف إكرامي محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شوبير في جانب من التدريبات البدنية أيضا والفنية ضمن فقرات المران الجماعي. ده النهاردة كان يعني موجود في ملعب التتش في الجزيرة. المران أيضا بتاع الحراس الأربعة اشتمل على جانب من التدريبات البدنية فقرات التصويب عليهم من زوايا ومسافات طبعا مختلفة في الملعب مع التدريب
أيضا على الكرات العرضية، وبرضو مستر يانكن يمكن حرص أكتر من مرة النهاردة على أنه يوجه الحراس الأربعة ببعض التعليمات الخاصة أو التوجيهات أثناء فترات مهم التدريب. مهم جدا يا سام، طبعا تدريب حراس المرمى من التدريبات الصعبة على المستوى فردي، لكن اشتراكهم في الأداء الجماعي والتكتيكي بيكون كمان مهم جدا طبعاً. والأربع حراس ما شاء الله عندنا أربع حراس على أعلى مستوى. النهاردة كمان للأسف نجم النادي الأهلي أحمد الشيخ اتعرض لكدمة قوية في القدم مع نهاية التقسيمة اللي اتقامت النهاردة بالليل لما على ملعب التتش، وخضع الشيخ لبعض الفحوصات الطبية عن طريق الدكتور خالد محمود طبيب الفريق عشان الجهاز يعرف حالته عاملة ايه، ويعني قادر انه الفترة اللي جاية ان شاء الله يكون موجود، وان يعني ان شاء الله ما فيش تطورات يعني جديدة في الإصابة، لأن كلنا عارفين أن أحمد الشيخ الفترة الأخيرة أعتقد بيعمل مجهود كبير جدا جدا لإثبات نفسه وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية، وفايلر كمان كان مبسوط منه جدا في الفترة اللي فاتت لأنه كان ماشي بشكل كويس، لكن إن شاء الله تكون كدمة بسيطة ونشوف أحمد الشيخ إن شاء الله بصحة جيدة إن شاء الله بإذن الله. برضه مش هو بس، محمود وحيد كمان ظهير أيسر الفريق اتعرض لكدمة قوية جدا في وشه، كان بيشارك في تقسيمة الكرة في ختام التدريبات الجماعية للفريق اللي كانت النهاردة زي ما قلنا لحضراتكم على ملعب التتش. وحيد اتعرض لكدمة في وشه أثناء يمكن كرة مشتركة ما بينه وما بين أحمد الشيخ لاعب الفريق أيضا، وغادر التقسيمة لمدة يعني دقايق معدودة، رجع تاني بس قبل طبعا يعني فحص يعني اتعمل له فحص طبي تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق، وبكده يعود للتقسيمة مرة تانية. وألف سلامة على الشيخ وألف سلامة على محمود إن شاء الله. لا إن شاء الله أعتقد كلها إصابات بسيطة جدا يعني بإذن الله كل لعيبة النادي الأهلي يكون موجودين مع انطلاقة الدوري إن شاء الله استعدادا للدوري وأفريقيا كلهم إن شاء الله بصحة جيدة.